ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي السوري الأستاذ ثائر الطحلي. مرحبا بك أستاذ ثائر. أهلا بكم. أهلا وسهلا بك. إذا إلى أي حد يمكن أن تلتزم فرنسا في حال فوز ماكرون بهذه التصريحات؟ يعني بداية مساء الخير لك للسادة المشاهدين. يعني في نهاية الأمر إيمانويل ماكرون هو يعني مرشح للرئاسة الفرنسية ولم يستلم بعد المنصب. جميع المرشحين الذين شاهدناهم منذ بداية الثورة السورية وحتى اليوم أطلقوا تصريحات نارية كهذه التصريحات. لا أعرف إلى أي مدى سيلتزم ماكرون بهذه التصريحات، ولكن لا أعتقد أنها ستكون بهذه الجدية، لا أعتقد أنها ستكون بهذه السرعة. يعني دائما كل المرشح سواء كان في أمريكا أو فرنسا أو أي دولة يلعب على وتر اللاجئين، على وتر سنحل الموضوع السوري، سوف تحل الأزمة السورية في الداخل السوري، سوف نقلع الأسد من جذوره إلى آخره من التصريحات. ولكن بالتأكيد سوف تتغير السياسة الفرنسية كما تغيرت السياسة الأمريكية، علما أن ترامب لم يتحدث شيء في يعني لم يكن هذا الموضوع في باله عندما تحدث في حملته الانتخابية عن بشار الأسد أو النظام السوري. كان خطابه عنصريا، خطابه متطرفا، ومع ذلك يعني أحدث تغييرا في السياسة الأمريكية. اليوم نشهد تغييرا في السياسة الفرنسية، باعتقادي سوف يتغير الموضوع ولكن ليس بهذه الدرجة التي يعول عليها الناس، التي يقال عنها في وسائل الإعلام بأن فرنسا سوف تغير التصرف تماما بعد شهر الأسد. يعني ماكرون كان واضحا قال الحل في سوريا ليس عسكريا، الحل في سوريا سياسيا، ولكن سوف نزيح الأسد لا دور للأسد. هذه التصريحات نشهدها منذ ثلاث وأربع سنوات، وأكد أن الحل ليس عسكريا. فباعتقادي التغيير سيكون محدود، التغيير بسيط، ليس كما يعني ليس كما 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 قيل كما يقال اليوم، ولكنه سيكون اكثر ايجابيه بالتاكيد. في ظل هذا الرفض الاوروبي التام لبشار الاسد، هل من الممكن ان يتغير الموقف الامريكي الغامض الى الان تجاهه برايك؟ نعم، لابد انه سيتغير، بالتاكيد سيتغير. يعني اليوم انتهت 100 يوم لترامب، يعني الرئيس الامريكي اي رئيس امريكي ياتي هناك 100 يوم، هذه ال 100 يوم تكون يعني هي لب السياسه الامريكيه للرئيس الامريكي الجديد. اليوم منذ يومين انتهت ال 100 يوم الاولى للرئيس ترامب. سوف نشهد قرارات جديده، سوف نشهد تحركات جديده للرئيس ترامب. عندما ضرب الرئيس ترامب مطار الشعيرات في ريف حمص يعني منذ حوالي شهر، تغير المزاج الدولي بشكل عام، تغيرت السياسات الدوليه بشكل عام، اللهجه كله تغير، حتى يعني صار الخطاب ايضا بين النظام السوري وبين الدول معاديا. صار هناك يعني اطلاق تهديدات علنيه بان بشار الاسد سيذاع. يعني هناك كان هناك قبل ترامب محاوله تعويم بشار الاسد، محاوله تعويم هذا الشخص بانه يعني الحل الوحيد لحل الازمه السوريه كما قالوا قبل استلام ترامب. بعد استلام ترامب وبعد الضربة الأمريكية للنظام السوري، واليوم أيضا تقصف إسرائيل كل يومين القنيطرة، وأعتقد سوف نشهد بريطانيا منذ أيام أعلنت أنها يعني مستعدة لدخول للمشاركة في ضربة عسكرية جديدة. اليوم ماكرون أيضا يتحدث، أمس يتحدث عن أنه مستعد لأي شيء فيما يخص النظام السوري. كل هذه الأمور دليل واضح على أن المجتمع الدولي اتخذ قراره بإزاحة نظام الأسد، ولكن الموضوع يحتاج إلى بعض الوقت. هناك الكثير من الملفات العالقة. اليوم الروس يعني في وضع محرج نوعا ما، يعني حتى ماكرون تحدث أن الروس كان لهم يعني الضوء سلبي في حملتها الانتخابية، تلعبوا بالحملة الانتخابية، وبالتالي هناك عداء روسي منذ الحملة الانتخابية قبل أن يستلم. فباعتقادي أنه نعم سوف يتغير المزاج الأوروبي بشكل عام اتجاه يعني الوضع السوري. الصحفي السوري الأستاذ ثائر الطحلي، أشكرك جزيل الشكر.